مرحبا بكم من جديد إلى شو في ما فيه. مصممو الأزياء العرب كانوا وسط دائرة الضوء في الأسبوع الافتتاحي للأناقة العربية. هذه الفعالية أقيمت في فندق بارك حياة في دبي. أنا سوسن سعد كنت محظوظة بحضور هذا الحدث المميز حتى أنقل لكم صورة عنها. نحن متواجدين اليوم بأسبوع الموضة العربي، الأجواء أكثر من رائعة والضيوف بلشوا يوصلوا، خليكم معنا لنستكشف الحدث. السلام عليكم جيكوب، ويلكم من فيزيك تي في. We would like to ask you what is this event all about? Assalamu alaikum and thanks for being with us today at the opening of the Arab Fashion Week. So as its title say, this is the Arab Fashion Week. It means the first official fashion week in the region that is on the calendar of New York, London, Milan and Paris. First of all, I would like to say congratulations for all the Arab world and for the regions and for all the creative minds in the 22 Arabic countries for having this platform. And it starts by today, but we still have a huge future in order to position and to show what we can do and what the Arabs can really achieve. متواجدين في الأرب فاشن ويك، أحد ضيوف هالعرس الكبير للفاشن هي النجمة والفنانة المتألقة صاحبة الإطلال المميزة رولا سعد. أهلا وسهلا فيكي. ميرسي. أهلا وسهلا فيكم. ميرسي. قدي كتير مهم للفنان أنه يبحث عن كل ما هو جديد بعالم الموضة؟ صراحة أكيد شغل كتير مهمة، بس أنا من الناس اللي بحبوا كتير الفاشن وبتبعها، وأكيد أنا موجودة هون مشان عشقي للموضة، وانا مع كل فنان انه لازم يتابع، خاصه اللي بيكون هو صوره حلوه للازياء او للموضه. يعني اليوم فستانك شفناك متالقه بالبيربل، اللايت بيربل، مين لبسك اليوم؟ ميراي داغر. بدي لها ثانك يو ميراي داغر. بدي سؤال ثاني منك، شو بيمثل لك الأعرب فاشن ويك بالذات، هذا الحدث كونه لأول مرة بالشرق الأوسط؟ بقول لك إنه شغلة كتير حلوة إنك تكوني موجودة بهيك عمل، وبنفس الوقت إنه يكون موجود ببلد عربي. أكيد هذا بيبسطنا وبيشرفنا، لأنه بالنهاية نحن بنحن على بعضنا. صحيح إنه هو بدبي بس كأنه موجود بلبنان، فأكيد هذا الشيء عمل كتير مهم ومميز. أحد مصممي الأسبوع العربي للفاشن هنا في دبي عابد محفوظ، أهلا وسهلا بك في فيزيك تي في. خبرنا أكثر عن الكوليكشن اللي راح نشوفه بعد شوي. أول شيء بدي أقول لك رحب فيك، بدي أقول لك فستانك حلو. شكرا. حقيقة أنا فخور أنه عم بعمل معك مقابلة. هي المشاركة بأعرف فاشن ويك إجت دعوة من ميلانو، بما أنه أنا بروما 15 سنة يعني بالألتا روما، ولبينا الدعوة. ودبي بالنسبة لي هي بلدي الثاني، وما شاء الله دبي اليوم نمبر 1 بعالم الموضة، مش بالوطن العربي، بالعالم كله. بقى مشان هيك حبيت كون بدبي وشارك. من وين ككل المصممين عندهم مصدر إلهام للكوليكشن أو السيزنز اللي بنزلوها، أنت من وين تستلهم أو وين مصدر إلهامك بكون؟ يعني أنا حقيقةً باخد الكوليكسيون من وراء، قبل كل شيء أنا التعاطي المباشر مع الزباين، هني بيعطوني الإلهام. وأنا اليوم عندي دائماً بعد خبرة طويلة اللي هي عمرها، ما بدنا نكبر حالنا، عمرها 35 سنة، من وراء المعارض الأقمشة، من وراء الفبارك اللي أنا بزورها، من وراء الأفكار اللي أنا عطول دائماً بتجدد،
ورا الزبائن اللي بتعطيني افكار يعني حقيقه. يعني مصدر الهامك هم زباينك. قديش مهم انه الماتيريالز اللي بيستخدمها المصمم تكون على مستوى راقي او غلو اسعارها او رخصها؟ هل هذا بياثر ولا هو ابداع الشخص نفسه او ابداع التاتشز تبعت له؟ لا هو حقيقه الابداع والافكار الجديده هي اللي بتفرض حالها. يعني اكيد لازم تستعملي كاليتي عالي تكون المستوى، الاقمشه تكون فاخره، الشغل الطريقه الفينيساج يكون بيرفكت بالمية مية، واكيد القصه بتلعب دور شو بيلبق للسيده، واذا طالع بيطلع حلو على الست ولا ما بيطلع حلو كمان هذا بيلعب دور. رح تواجه تحدي كونه المراه العربيه ذوقها نوعا ما بقوله صعب غير ذوق المراه الاجنبيه، هل رح تواجه هذا الشيء ولا انت مش موجود هذا بقائمه التحديات؟ لا انا للمعلومه انا لي 25 30 سنه بجي على الوطن العربي وعندي زباين اسم الله بكل الامارات اكيد وبكل الدول العربيه وحتى صرنا بكل العالم، ما بشوف في شيء، ما بشوفها انه هي تحدي، بالعكس هي زخم، بتعطيني قوه، بتعطيني اندفاع، بتعطيني لجدد او طور حالي بحالي اكيد، لانه السيده العربيه اليوم مزوقه وفعلا تعرف شو بدها وتعرف شو بدها تلبس وعارفه كل تفاصيل الموضة. اليوم متفوقين ما شاء الله نحن بالوطن العربي مثل أوروبا وأكثر. يعني فيك فاشن ديزاينر تعطينا وتعطي فيزيك تي في ومتابعينا خمسة تيبس كيف يتألقوا بهيك إيفنت؟ خمسة يا خمس مرات بدنا 5 تيبس كيف يتألقوا بهيك إيفنت؟ كيف يتألقوا بهيك إيفنت؟ أكيد كل سيدة أو كل حتى كل رجل كمان أنا بشوف أنه لازم يلبس إشياء تروح له، لازم ياخد بقوله كل على ذوقك والبوس على ذوق الناس، يكون مرتاح نفسيا لما يلبس لحتى يتعكس بشكل إيجابي، ولما يكون يتوجه للحضور يكون كتير مبتسم ومرتاح، ويكون كمان يخلي الناس تحبه. يعني هذا أهم شيء. شكرا كثير لك، احنا انبسطنا بمقابلتك اليوم، كل التوفيق لك بمجالك وإن شاء الله رح ننبسط ونستمتع بالفاشن شو هلأ. شكرا لك. ضيوف مجلس أو نائبة مجلس Arab Fashion Week. Please introduce yourself to the Arab region through Physique TV. أهلاً وسهلاً to everybody. I'm Rafaela Carnevale. I'm the Chief PR Officer of the Arab Fashion Council. Our council is so proud to represent 22 Arab countries, and our objective is to discover and to launch international the best Arab talents in the world. استمتعتوا معنا ومع ضيوفنا المميزين بهذه الليلة المميزة، وكنت معكم أنا سوسن، نرجع للاستوديو.